يا شمير برز زوردر يعني لن يغادر أحد من بلده إلا إذا اضطر إلى ذلك. نأتي إلى هنا ونكسب المال من خلال الرعي ونرسله إلى عائلاتنا. في الجبال التركية المرتفعة للغاية تكاد السحب الفضية تلامس قمة رأسه. يجهز حافظ الراعي الأفغاني الذي يحن إلى وطنه قطيعه لموسم جيد للصوف. الرعاة الأفغان يملؤون المكان إذ فروا إلى هنا سيراً على الأقدام وبالشاحنات عبر إيران، هرباً من الفقر وإراقة الدماء في الوطن بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان. واليوم وبعد عقدين من الصراع وراءهم يفكر البعض في العودة، لكن المعوقات كثيرة، أهمها حكم طالبان المتشدد والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان. المنازل الجديدة للعائلات الأفغانية عبارة عن خيام مصنوعة من النايلون مقيدة بالأرض الصلبة المحيطة بها. ورغم خطورة هذا العمل في الجبل بسبب طبيعة الطقس هناك، إلا أن الأفغانيين الهاربين من الحرب في بلادهم مضطرون للعمل بسبب الفقر الشديد الذي يعانون منه. ومع صناعة الجبن والزبادي من حليب الأغنام بدأ ساكنو الجبال الجدد يعتادون الحياة الجديدة هناك. لكن إلى متى سيبقى الأفغان مشردين بسبب حكم طالبان الذي أفقد البلاد كل شيء؟